أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم وكذلك نجزي الظالمين. والذين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها صدق الله العظيم. سبحان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.